أخبار اليوم. كنا عايزين نعرف دورك ايه في فيلم نعمة. اهلا وسهلا بيكم. انا دوري في فيلم نعمة هي نعمة شخصيا، لان الفيلم بيحكي عن بنت اسمها نعمة. بنت من حي شعبي، مش غلبانة قوي ولا ظروفها وحشة قوي، بس ما عندهاش اهل وظروفها العائلية مش مظبوطة، فبتضطر تشتغل رقاصة، بس رقاصة يعني على قدها، واللي هي الرقاصة اللي مش عاوزة تمشي في سكة شمال وكده. اخوها بيتعب الوحيد في الدنيا، فبتضطر ان هي تمشي بقى في سكة الكباريهات والجو ده علشان تنقذ اخوها من مرض معين بتعلمه، بس هي برضو مش رافضة ان هي تبقى شمال. لحد ما بتحصل في يوم بتحب واحد وتتجوزه، وبيحصل بقى مشاكل كتير، وبتصادفها ان هي وقعت في ناس عصابة يعني، وبتضطر تنتقم من كل الناس اللي وقفوا ضدها واللي هم اذوها في حياتها. دوري في فيلم نعمة شاب عايش في حارة شعبية، طلع الولد الجدع من البلد اللي بيحصل له احداث بتغير مصير حياته. تمام. ايه ابرز الاحداث اللي بتحصل بتغير لك مصير حياتك في الفيلم؟ لا ما اقدرش اتكلم عن حاجه زي كده عشان ده هيحرق الدور بتاعي، فخليها مفاجاه. تمام. احمد كراره، شكرا الفنان امير كراره. كنا عايزين نعرف ازاي لغايه دلوقتي ما تعاونتش معاه طول السنين اللي فاتت ديت، وكنا عايزين نعرف ايه علاقتك بيه فنيا؟ لا بالنسبه لامير، امير هو شغال في المجال التمثيلي من زمان طبعا، انا كنت شغال في حاجه ثانيه خالص، ومن صغري ان انا بحب التمثيل وكل حاجه، لغايه ما جت الفرصه وقدرت اخش في المجال دوت. هو مش من مساعدته، مش مساعدته بالكويس، بس دوت ما يمنعش ان انا برجع له كل حاجه بعملها حاليا. والموضوع ان احنا نشتغل مع بعض، اتمنى طبعا ان انا اشتغل مع امير، بس انا وهو متفقين على حاجه زي كده ان احنا مأجلينها شويه لغايه ما ابتدي اتعرف، ابتدي زي ما بيقولوا رجلي تمشي شويه في المهنه. يا رب ان شاء الله نشتغل مع بعض ان شاء الله. دور فيجو، فيجو ده يبقى اخو نعمة اللي هي بطل الفيلم. هو شاب المفروض انه في ثانوية عامة، ويعني شاب كوميدي وكده. طول الفيلم ليه مواقف كوميدية في كل حتة. هو شخصيته ليها كذا نقلة في الفيلم. ففي مرحلة شعبية في الفيلم، وفي مرحلة هو بيبقى غني فيها في الفيلم، وفي مرحلة بيبقى مريض فيها ومسافر أصلا. بيتنقل من شخصية الطفل اللي هو الكوميدي اللي مقضيها هزار ولعب طول ما هو في الفيلم، لأنه بيبتدي إنه يبقى راجل، إنه لازم يقف جنب أخته اللي هي عاملة مشاكل. البنات الليل المفروض في أحداث الفيلم، والفيلم كله بيدور عن شبكة دعارة والصراع والمافيا، والرجل المفروض اللي في الفيلم هو محمد ناجي بيحاول يستغل البنات وبيدخلهم جوه مافيا وكده، فهي بتحبه، فبتكتشف ان هو مرتها في شبكة الدعارة دي، وانه مدخلها في وسط مافيا كبيرة، فبتقرر انها تنتقم منه، وانها يعني تحاول تنقذ البنات اللي معاها، عندها التارجت انها تنقذ البنات. البنت فيها حتة نظيفة كده، إنسانية شوية، زائد إنها متمردة عن الحياة دي، مش عايزة تفضل كده وعايزة تنقذ اللي حواليها. فالدور مختلف شوية، لأن في حتة إنسانية مع في تحدي، شخصيتها قوية، زائد إن أنا بحب أعمل الأدوار المختلفة عني، وطبعا إن أنا أعمل واحدة بنت ليل ده حاجة مختلفة عني.